وعقب تفقده أعمال تنفيذ مشروع تطوير حدائق الفسطاط، توجه مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون. ووجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة السكر والليمون التي تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيرا إلى جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.